قل إن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام، أن العبد لا يجوز أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك، لا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفر لي وارحمني وارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي، بل هذا كل من خصائص الإلهية، وهي مسألة شريفة معروفة قد بينها العلماء. انتهى من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. وأما القيد الذي وضعه هذا الكاتب ودرج على ما قاله الخميني الرافضي، ما له أصل وليس له أساس. ولذلك يا أخواني احذروا كل ما يأتيكم من هذه الشبه فيرجف قلبك لها، أبدا لا تضطرب، لأنها كلها دعاوى من غير بينات، وكلها شبه لا دليل عليها ولا زمام ولا خطام. ولذلك على المسلم أن يوثق دينه وأن يوثق عقيدته وأن يوصل لهذا. فهذا القيد الذي وضعه الكاتب لا أصل له ولا أساس، لأن المشركين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت وتدبر الأمر. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لبيك اللهم لبيك، إلا لبيك لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. فهم أيضا، ولذلك قال أنت تعبد كم إله؟ قال سبعة، واحد في الأرض واحد في ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال هذا الذي هو أنا أعبده. فأسلم الرجل. فهم يعرفون أن هذه الآلهة دي أحجار، دي أحجار، وإنما كان شركهم في دعوتها وعبادتها من دون الله عز وجل بحجة أنها تقربهم إلى الله عز وجل. ولذلك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك ربنا عز وجل يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا في إبطال هذه الشبهة، أعني أن المسألة عندهم أنهم كانوا يصرفون هذه إليه من غير عبادات. قال والشرك جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه الله عز وجل ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة كالحب والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والنسك والطاعة. والعجب، كل العجب، أن أمثال هؤلاء يقرون كتاب الله ويتعبدون بتلاوته، وربما عرفوا شيء من قواعد عربية، وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله. انتهى كلامه رحمه الله من تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود ابن جريس. ونتوقف